رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا وانفعنا بما يرزقنا في الدارين. يقول المصنف رحمه الله: فصل. والرجم بمدر وحجارة معتدلة. عن كسو جرني كتاب الزنا وعن كسو هذا اللي قفك للرجمين ايو شروط اللوغة باهن يهي ايو مرخاتي هذا اما اقرارك او كو ايمان كرو هذا نوحا قلينا وحاو حلو الرجمين ايو وحي الشيخ رحمه الله. والرجم وحيابها وحلو الرجمين ايو بمدر روبا ايو غلقل ايو هذا وحجارة دغحيا يا وحلو رجمين يا معتدلة أو دحدحاضة. والأصح صحيحة استحبابه للمرأة هو أنت وحاصلنا هو أن يثقب إن ثبت لببينة هديه مرخاتك السجناضي. والأصح سيدة صحيحة استحبابه رجم قاسي أحنا كسب بسمع ولا يحفل للرجل لنك وحلو قضي مهيو أو قد لو قضي مهيو لنك لو ما بحنا وحبا قضي لو قضو. والأصح سيدة صحضة استحبابه استحباب الحفر قضي تان كاسين سنتها أي صحيحة للمرأة هوانتا إن ثبت هدو سقنادو ببينة مرخاتي هدو كسقنادو. وحول الشيخ رحمه الله قابك وحلو رجمنا يي قلبك القر رجمنا يو وادقح إيا قلقلي dagaxyo daas oo dagaxyo waaweyn aan ahayn dagaxyo yar yar aan ahayn ee muctadila. Ninka ragaana marka la rajminayo god intii loo qodo in lagu rido shardi ma aha. Waxaa loo jeedaa godka intaa qaarka dambaa susan qofkii uu soo cararin in lagu adkeeyo ama marada uga faydmin. Laakiin qofka haweenka waxaa sunnaa in god loo qodo oo intaa qaarka dambaa loo geliyo كدبنا للرجميو. سيدو إمام مسلم أورنا يو رسولك صلى الله عليه وسلم وحو أمري إسلام إن للرجميو إسلام تقام ديا داهيد وحان الله قضي قد با الله قضو إنتا لو قلي رواية قار قضو حيلي إنك لهذا ماعز لفتي سي قد با الله قضي. لكن رواية صحيحة ورأيك ماعز عرر كيسي حدين إيسا إن قل لو قدم بحدين إسلام حيا هذه قل لو قدم مصعرين ساد درت نك رجع وحب قل لو قدم هيو هذو عررنا والله جهريا قفك هواين كا هذه لقى بقية مرضي إن كيف يدنتو قد بل لو قدية هذين مرخاتي أرنتو أي قصة قناتي أو سن إقرار هين. أما هذو إقرار يهاي قل لو قدم هيو لو ضو حال رواقف مرقو حنوم صدق إنه عرر أو إقرار كي أو كن نغض محايا الزند ومن حقوق الله حقوق ده إلهينا إن لقى النقضاء والأقول يهنل. والرجم وحل بمدر وحجارة معتدلة ولا يحفر للرجل نك قد لوق ذي مهيو في الأصحي سيدا صحضا لوق ذي مهيو. والأصح وجه صحضا استحبابه قد كائن لقضاء يا سنة للمرأة هوانتا إن ثبت هدو كسوغنا ذو ببينة رجمين تيدو هدو كسوغنا تمرخاتي حدان. وحنا لود للشنية نبي صلى الله عليه وسلم حفر للغامدية إلى صدرها وكانت مغرة وحين هاد قوار راسي مذو حق قراتي إن قرال كذا كسكو مرقاتي مركة هدية يقصون هذا ومن باب أولى يضا مقراء يقول له قضي هدي مركة مرقاتي ويهي ومن باب أولى. ولا يؤخر لدبلغ ما هي لمرض جرد وحر وبرد كليل يقبو لو دبدق ما هي مفرطين وحدك بحي. وحر الشيخ رحمه الله قفك للرجم لها دي وجرين يهي وحبل لسوق ما هي وحي للنفط باب الروائن لقى قاض وحي مرك جري الشيخ يسا سيدا وكلي قبو يقريل أذك هدو جرو
أيضا وحب الله لسوق مهيج محيي لنفط الله نحرس لها إلا الدلاب الرباء ولا يؤخر لمرض وحر وبرد مفرطين حر يبرد يجنا حد كبحي من اللود يبدي مهيج وقيل وحلي يؤخر ولا يبدي جيا إن ثبت بإقرار هديه إقرار كسب نوال دب على الله جيا ومحيته سببته وينك إن هدو إقرار كسب نوال ولا كان نكون كرا لكن هدو بيني يا مخاتي كسب نوال لا كمان نكون كرا هذا أفر قصة عن ديان ويا لهم قف كان أنا جا أُجيني أو صدا أو كسب نوال زينة ديوان النادرة لا كمان نكون كرا لكن هدو سوي له هدو وان زينة استي حق حوله إنه جامز زينة سين فرحنا لا قاضية حلاقي يا مركز دي اللي دبلي هو ما المها اللي دبلي جينو كان نقطة حلاقي يا وقفك وقيل وحليل يؤخر ولا دبلي جيا إن ثبت بإقرار هذه وإقرار كسر ناضو ويؤخر الجلد ولا دبلي جيا وقفك للجذل يا لمرض جرد درتاد إن لم يرجع هذه على الرجينين برؤه إنه وقفك عن بكتادو جلده إن لم يرجع هذه على الرجينين برؤه جلده فإن لم يحمج يرجع هذا الرجالين برؤه بوكس سديسة جلد ولا جلدين يجد الخلال الحياة كل الرجمين يوحان يريج هذا السوق معي لكن قفك هذه أي تجد هذا كله يدرن شلو يهدو قبو يدرن شلو الله بضبا دي بالاو دي سيدا أكل هذا يدرن يهي يساقر دي بالاو دي سوفتو أمحي قفك هذه اللي دي للمرهم haddii kulay adag iyo qabow adag oo jira jeeda lagu bilaabana inuu u dhinta laga yaabo soo jirin hadii lagu bilaabana inuu u dhinta laga yaabo marka saddexda sababood baa waxay keenayaan dilkiisana lama rimin saadartay dib baa loo dhigaya oo yu akharul jaldu jeeda ki wala dib dhigaya li maradin li ajli marad fa illam yurja marka hadaba la rajayni buruhu inuu bogsado jullida marka wala jeeda laya لا بصوت قل أذقنا يجدلنا لوجل دين مهيو بلا بعثكال وحلو جل دين يا رعب عليه مئة غصن بقول شذا بقول معرك اللامات أي سارن تهاي فإن كان هدوية خمسونا كنت هدوية لامها سارنا ضرب به مرتين لوجر أي لغرفنيا هدي قفك ويا قف جريرو سنكر بو قوا ديكر بو قوا روح قوا ان كبا بخيم ان لا شيدلن ولا ربا ما حل اه و هو الشيخ ولا جيدليا لحد هو واجب قف كان لو ياشه نفتي سن ان لبدباديا ربا marka arinta la fududeynaya waxa la sameynaya ruub ba la soo qaadaya laan ama laan laantaasi waxay leedahay ruub badan ama laama badan oo farqiya iyadiiba hal mar saa loogu dhufanaya markii lagu dhufto boqolkii laamood meel baa gaarisa darafkeedii boqol baa marka loo tirinaya haddii konton farq leedahay ama konton laamood yar yar laba jeer baa lagu dhufanaya arintana waxa daliil u ah rasuulka sallallahu alayhi wa sallam sida Abu Daawud uu warinayo ayaa nin sida loo rajmiyay nin tabar daran oo aad u tabar daran ayaa zinaystay ninkii hadii uu zinaystay haragisi iyo hilibkiisuna lafiisuna way saaran yihiin ninki waxa la sameeyay ruub baa la soo qaatay weynatay ayadii baa lagu dhuftay ruubadka qaar kood waxay leeyihiin kabaha iyo marada darafkeedii waxa saa lagu dhufanay muhammad waxa weeyaan qofkaan inuu xogaa xanuun la u gaaro isagina dib loo geysay la bi sawdin jadal maya bal bi ithkal waxa lagu dhufanaya ruub ama laan dhalaan baa lagu dhufanaya calayha mi'atu qusnin له بقول ما أردت الرعبات ما كان في سوالف الرعب يلا نذكر نقطة هنا هذا هلان أو فرقية بدن له بلو كذا مهم دوا أنت فإن كان خمسونا هديه يا وحول كنت تنظري وبه مرتين لو تشر أي الغرفة فنيا بدن عن جيت كتمرتا يعنبك بأو بدن لامه نوع عن سكلا مركب قاس وجدها سكلا لسوق هذا فرقية بدن له وتمسه وحيد الأقسان وأنا تابن هيسا والله مو إني تابتان بالرهباء أو أما سوح ينكبس هذه إيس تابنين ينكبس ويسكو أرورنا يا بعضها على بعض لينال بعض الألم سحنوك وقفك أقاره لامي هذه أدكل فرقسين
oo qofkii markii lagu dhufto ay isdul fuulayaan ama qaybo ka mid aysan soo gaaraynin, gacantiisa intuu ku ururiyo saa isugu dhoweeyo buu hal mar ku dhufanayaa si tartiiba, si kulli wad laamaha oo dhan ay u soo wada gaaraan. Inkibaaska waxaa loo jeedaa in fooda la isu geliya laamihii. watamasuhu alaqsaan, laamuhu way taabanayaan, aw amase yankabis, ama wuu isku ururinayaa, bacduhaa calaa bacdin, liyanaana bacdu alalam, si xanuunku u gaadho. Fa in bari'a, haddii uu bogsado, waxbaan ka booday, fa in bari'a, haddii uu bogsado, ajza'ahu, wuxuu yidhi waa ku filan tahay, intaa haddii uu ninkii bogsado, malaleeyahay markuu bogsado ma rabaa ninkii aan ku celinno jeedalkii, maya intii horaa ku filan, maadaama oo ahaa waqtiga waxa la awooday in la sameeyo, xukunkiina lagu fuliyey waa ka dhacaya. Fa in bari'a, haddii uu bogsado, ajza'ahu walaa yujaddad lahu aljaldu, walaa jalda fi xarin wa bardin mufriidayni, wa idaa jallada alimaamu fi maradin aw amase xarin wa bardin falaa damaana cala annasi walaa jalda, lama jeedalaya buuhi fii xarin wa bardin, qabow iyo hadday jiraan kulayl, mufriidayni oo xadguduba, laba xadgudub oo daran hadday jiraan qabow daran ama kulayl daran, midna jeedalka lagu dhufan maayo, maxaa yeelay khashyat alihlaak, inuu qofkan halaagsamo baa laga baqayaa. Wa idaa jallada alimaam, imaamkii wuxuu yidhi hadduu jeedalo fii maradin, qofkii oo jiran ayuu imaamkii jeedal la dhacay, aw xarin wa bardin, ama isagoo kulayl daran ama qabow daran jiro ayuu jeeda la dhacay, fa maata waa dhintay, falaa damaana qofka wax damaanada laguma leh, cala nasi sida naska wax damaanada laguma leh, maxaa yeelay telefkani xasala liiqaamati waajib, shay waajiba qofkan oo ma'duuna isagoo samaynaya ayay dhibaatadan dhacday. Horena waa inagu soo maray wixii ma'duuna ka dhasha inaan la isu haysanin shay marba hadduu ma'duun yahay, oo ilzaamka oo waajibka mashruuca oo ma'duunka yunaafi damaan. fayaqtadi, wuxuu yidhi ataakhiiru mustaxabun, shay maa ka boodaa male qaar, ya qaar baa kayga yaryar maanta, ya ama taakhiir maya fayaqtadi miya fayaqtadi anna taakhiira mustaxabun, wuxuu yidhi imaamku qofkanu jeedalka ku dhuftay oo bardiga iyo qabowga iyo waxaaba damaan male, laakiin fayaqtadi wuxuu keenayaa anna taakhiira in la dib dhiga mustaxabun inay sunno tahay, si qofkii uusan dembi u gelin imaamkii oo qofkan muslimka ah uusan ictidaa ugu dhicin, waxaa sunno ah in la dib dhigo qabowga iyo kulaylka labadaba. fayaqtadi dalik, arrintaasi waxay keenaysaa anna taakhiira dibdhigo mustaxabun inuu yahay mid sunna. kitaabu xaddi alqadfi, shardu xaddi alqadfi attakliifu ila alsakraan waalikhtiyaar wayucazaru almumayizu walaa xadda walaa yuxaddu biqadfi alwaladi wa in safala. Wuxuu halkaana ka bilaabay sheekhu markuu ka soo baxay xaddu zina, xaddu alqadaf, xaddu alqadaf, qadafka waxaa la yidhahdaa xagga luuqada arramyu baa la yidhahdaa, sharcigana waxaa la yidhahdaa arramyu bizina cala wajhi altacyiir, in qofka zino a ku gantid oo ku sheegtid adiga oo raba inaad ku ceebaysid, waana kabiira min alkabaa'ir. rasuulku sala allahu calayhi wasalam asabca almubiqaat ayuu ku tiriyey qadfu almuxsinaat min asabci almubiqaat, toddobada wa xalaagaya inay yihiin buu rasuulku sheegay sala allahu calayhi wasalam. xaddana sidaan horeyba usoo marray almancu baa la yidhaahdaa, shayga waxa loo diidayay maxaa yeelay ilaahay shaygan in loo dhowaado ayuu mamnuucay. markii uu ka soo baxay tacriifkii iyo qeexidii wuxuu ku xujisiyey arkaantii xaddu alqadaf. inta aanan marka arkaanta aynaan gelin, qadafku waa shay mashruuca bilkitaabi wasunnati waalijmaac, ilaahay subxaanahu wa tacaala waladiina yarmuuna almuxsanaati tuma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa'a fajliduuhum thamaaniina jalda, waa la yidhi gabdhaha muxsiniinta
dadka ku xadgudbaya waxaa la mid a cid kasta oo muxsina. Qofkii ku xadgudbay 80 jeedal ha lagu dhufto alla yidhi subxaanahu wa tacaala. Rasuulkana sala allahu calayhi wasalam waxaa aathaar badan ku sugnaatay iyo saxaabada ridwaanullaahi calayhim in dadkii xadgudubkaas sameeyey la qadfay. Caaisha waxay tihi radia allahu canha markii uu dhacay iftaahi ee iftiraagii lagu been abuurtay raggii ka shaqeeyey waa la wada xaday tidhi, oo waxaa lagu xaday xaddi ayaa laga oofiyey. Marka nebigu sala allahu calayhi wasalam ficilkiisa ayuu ku sameeyey. Ijmaacuulummana waa muncaqido, waa dadka in la xado waa arrin mujmaca weeye, qofkii xadgudub sameeya. Arkaanta uu leeyahay xadulqadaf waa 3, qaadif iyo maqduuf iyo siiqo. Qofkii la qadfay iyo kii wax qadfay iyo odhaahdii qadafka lagu dhahayey wuxuu bilaabay marka shuruudii qaadifka. Wa shardu xaddi lqaadif, ninka qaadifka ah oo xadda laga ogeeyo shardigiisu, attakliifu, waa inuu mukallaf yahay, baaliq, caaqila yahay. Falaa xadda calaa sabiyin wa majnuunin, haddaba haddaanin waa mukallaf, ilmo yar iyo majnuun midna waxada laguma le, ilaa sakraan, ninka wareersanoo khamrada kasoo dhargay ma ahaanin. Kaa isaga waa inaga hore u soo marno, arrinta waa lagu adkaynaya, waa lagu ciqaabaya. Waalikhtiyaaru, shardiga 3aadna waa inuu yahay qof mukhtaara, qof baaliqa oo caaqil ah oo mukhtaara waa inuu yahay. Haddii qofkii lagu qasbo inuu qof kale caayo oo qadaf ku sameeyo isagana, falaa xadda, waxadoo lagu leeyahay ma jiraan. Sida oo kale kii wax qasbay isaga laftiisa xad laguma le. Wayucazaru, marka haddii qoladii marka shuruuddii laga waayey ay qadaf sameeyaan maxaa la sameynayaa? Wayucazaru, waa la tacsiirayaa. Almumayiz, ilmaha yaroo wax kala garanaya waa la tacsiirayaa, iyo qofka majnuunka oo wax kala fahmaya labadaba, maadaama wax kala soocayaan waa la tacsiirayaa, xoogaa ciqaabaa la marsiinayaa, shuruuddiina laga waayey. Walaa yuxaddu laxadi mahayo biqadfi lwalad, walad qadaf uu qadfay oo waalidkii uu qadfay, wa in safala, ilmahaasi haba hooseeye. Maxaa yeelay waalidka waxaa la yidhi ilmihiisa looma dilayo. Haddii la yidhi ilmihii hadduu dilo lama dilayo, ilmihiisii oo caayay inaan loo xadin min baabi awla wey. Anta wamaaluka liabiik, maadaama ilmahan isagu sabab u ahaa. Walaa yuxaddu laxadi mahayo biqadfi lwaladi, walad la qadfo oo waalidkii uu qadfo, wa in safala, ilmahaasi haba hooseeyo awow shanaad ha u ahaade. Walxoru, qofkii xorta ahaa, xadduhu xadiisu 80 wey. Dii qof xor ah xad laga oofinayo 80 jeedal ayaa lagu dhufanayaa. Maxaa yeelay alle wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala, fajliduuhum 80 jalda, 80 jeedal ha lagu dhufto. Warraqiiq, waa addoonkiina 40 wey. Addoonku gabadh ha ahaado ama nin ha ahaadee, 40% jeedalkiisa laga dhigayaa. Maxaa yeelay niska dadka muxsiniinta iyo weeye addoommadu fanisfu qoladii markii aan gabadhii aan addoonta ahayd, alle subxaanahu wa tacaala fii suurati nisaa waa inaga ku soo marnay in nis laga dhigayo. Ya aayad maxay ahayd? Fain atayna bifaaxishatin facalayhinna nisfu maa cala almuxsanaat, marka min alcadaab, waxaa laga saarayaa nisfu oo muxsiniinta gabdhaha niskood baa lagu dhufanayaa, ninkana waa looga qiyaas qaataa. والرقيق 40 أفرتم وي. ولا تقبلوا ها أقبلنا لهم شهادة أبدا. ألا وحو الشيخ إن المرخاتي قوضنا دات كان لا أقبلين صوبتا لو أقبلين دات كان بين عليال بلغو أغادي حد قدو بين القلين. شروط دي وحو كسو بحي شيخو نيكي قاذف كها وانا صدح شرط دي باني لإنو يهي بالغ عاقل مختارة. شروط دا ميت كميدة هدين لوايو xaddii laga ogimaayo tacsiir buu yeelanaya. Waxaa sida oo kale shuruudda ku jira oo 4 ku ah, alla yakuuna waalidan, inuusan waalid u ahayn lilmaqduuf, mar hadduu waalid yahay isagana male. Walmaqduuf, wuxuu yidhi alixsaan, waxaa kuu qadaran. Wa shardu lmaqduuf, qofka oo maqduufka ah oo la caayayo, shuruudda looga baahan yahay
الإحسان وإنه وقف محسنيه حي لألو حشيقي سبحانه وتعالى والذين يرمون المحسنات محسنات باليين مركو وإنه محسن يقف كان وسبق في اللعان لعان كان ينوصه المري تعريف الإحسان ولو شهد مركا دون أربعة أفر قف كير هدي كمر خاتك عان بالزنا زنا هدي كمر خاتك عان حدو رمانتو والحذية في الأظهر قولك قوقا ما دام أونري قف محسنة قفك كحد قدباء حد بالوليه ألا نؤمن سبحانه وتعالى أفر مرخاتها دي اللوايو لما كان سديت جادر هلغو رفتو صدح قف هديك مرخاتك عن زندي وكي أفراد لوايو صدح ذا بجادر البلال نحيا ولو شهد دون أربعة أفر كير هدي مرخاتي فران بزنا حدو دمان والحذية في الأظهر قولك قوية وكذا وحالم إذا أربع نسبة وعبيد وكفرة أفر هوانا هدي كمر خاتي كعان يغن والحذية أفر أضوما هدي كمر خاتي كعان والحذية أفر كفارة هدي كمر خاتي كعان حدا لقوا فيا لقوا فينيا على المذهب عند الشافعية سيدة مذهبك رمان محاسان لو يليا كل وقت نقص أي قوة جرة لومنا أقلا مرخاتي كعان وإنك سوى الشيقني إدروا الحدود بالشبهات حدود إن لقى إلى لي شبهات كان هو ينكم مركا كمد معه وحياه كم مرخاتي كعان يا أضوما ذي إيو كفرض إيو كل ومحايا لشوبة كجرتا ولو شهد وحي واحد قف هدو مرخاتي فراء على إقراره إقرار الزاني قف كزاني إقرار كيسي هدو كم مرخاتي فراء فلا حد عليه قطعا قف كوحدا لقماله ينبا وحو قرتي إنو زينيستي نكي أو قرتا وحو يرني كان وحان مرخاتي كاهي إنو قرتي إنو زينيستي لحد ما هي نكا لأنك مع عين إقرار كيسي ومبو شاقي وحايا مسوي مكينسين وما نقصدين على وجه التعيير بسوغين ولو شهد واحد وفضو مرخاتي فرع على إقراره وحي سوى قرتي فلا حد عليه ولو تقاذف هدي لوضو دي سعايان فليس تقاصا قصاص معها نكان وحقوش يا جاي نكان نزانيه كي كنا وحقوش يا جاي نزانيه لا والله دي مثل بابا سديت الجدل بالغور فنية ولا إدبنية لكن هلا سطور وهلا كلا قاتو بحكي كلا مش كلا نرتا محيي علي لا والله حد والغور فنية أيام الحين لو شيء أشكر لجمع قصاصا وحشر ديا لا والله شيء إني أشكر لجمع وإنك صوم الرج هدي لا والله شيء أشكر لجمع وياي قصاص لما أقلا labadan qof marka hadda isu geysteen oo qisaay aqdafka labada dhinacba iyo xuduudda laga oogayo dhibaatada loo geysanay jeedalkooda waxa soo dhan wax ma aha isla'eg wa mu'tadila qof binaada ma gacantisa ku dhufanaya inta ku dhufanaya lama yaqaan walaw taqadafa hadii wuxuu yiraahdo isqadfan falaysa taqasan qisas maaha laakin bahthu wajhu wa ilaahdo nin caay weey hala suturo wax wajiga waay ولو وحي يري استقبل المغضوف هديو استقل المغضوف ده نكي لقد في هديو لك اليوم بالاستيفاء استيفاء الحد حدود كلي هدو في الشدو لم يقع الموقع موقع الشرعي اولو بهنا ما دعيو سيدي حدود كلا وان كسو مرني هدو نكي فوضى سميه فضولي ونقض او نكي عيب سو قبصدي مركاسو سديتن جيدل كغوي ور ما دعي نكا وحان ربا ان حد كوفيو war haddeeda adigu maad lahayn waxa iska lahaa mas'uuliyad iyo maxkamad ba iska lahay fawdo weey waxaas beeci fadooliga haye qisaasti fadooliga haye waxa sharow soo wada maray waa fawdo la lahaa qoladaas markii soo galaya ninkan ma ka dhacaysa qisaasti mise kama dhacayso may wax ka dhacaysa haddii hadda jeedalkii ku dhac laakin kana xadgudub sameeyay walaw istaqalla wa hadu laka al-yawma al-maghdufu bil istifa'i fulin لم يقع مدعيو الموقع المشروع أما المطلوب ماشي للربي ما يدعيسو سيدا حد زينا ديو أنفسو مرني كتاب قطع السرقة هذا محله السرقة بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكان الراء مع فتح السين وكسرها سرقة سرقة وكبر ننتهي
سرقة هي سرقة وكوبا نانتها انتوا حق اللغة وحالي هذا أخذ المال خفية حول أوسي هوسة لو قاضوا أي لين هذا حق الشرعي وحالي هذا أخذ المال خفية أخذ مال الغير ذي قفك لحول أوليه ولو قاضي خفية من حرز ماله حرز مال كيسين لغا ساري من غير إذن هذا عندك إذن قفك لحول أوليه وماشي الوحف ذنك لكتشرة وأكلسه بحث بدون إذن كأي لي هذا ومشروع بالكتاب والسنة والإجماع اللوحي سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فاقضعوا أيديهما جزاء بما كسبا لبدا قفا وحدا رقي الدوم ربا جعنتها اللقوي ألي سبحانه وتعالى سنحن رسوله صلى الله عليه وسلم إساق يا سميي يودي مخزوم يدي هاي رسوله صلى الله عليه وسلم وكيش في عاد الديدي قعنت يا دقوي إجماع الأمة ومنعقد ومجمع وي قفكي وحضا إن لقويني قعنتيس هذه شروطي ورما يستيرتو وأنا دنبيذ ووينو كما ارتكو جرا ويشترض لوجوبه في المسروق أمور مركو رميي قحتانكي يأدي لذي ذي بان كسو بحنا أي شيخ وحب اللعبي شروط وحب باللعبي هي أركانتي سرقة سرقة مركة وحيلة هذا يصدح ركني وصارق هي مسروق هي سرقة وفعل كي حددها يقفك وحدي هي ألابتي لحدي وحب باللعبي مركة شروط اللي أقبها هنا ألابتي لحدي كو يذكو باللعبي ركني كوبات شروط يسي وعلى الشيخ رحمه الله ويشترط لوجوب حد لوجوبه وجوب الحد حد سرقه الشيء واجبته في المسروق شيء لحظه وحا شروطه لوغه باهن يحي امور ارما ايا لوغه باهن يحي احدها امور تامد ككوبات كونه اما متكاد كونه اهاشي سويه ربع دينار خالصا ربع دينار خالصا وين يحي شرط الكوبات شيء لحظه وين يهرب دينار ونظيفة ذهب نظيفة محيّن الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقضع يد السارق قفك سارق عندي سلمك قوي إلا في ربع دينار ربع دينار إيا فساعدا قفك وصارق عندي سمى الله أقول لين لقوي ربع دينار إيا وحي كبضا موين وأنا متفق ويا حديث لكن لفظي كان مسلم بعله خالص وحلوق جدا مغشوش دو يا ذهب وحلوق دراي ربع دينار رودن يحي ما لا اوغلا الا انت نظيفته صافدا ربع دينار نقط او قيمته قيمه ربع دينار ربع دينار قيمه ايا قفك لو غوينيا وخي او دغما اسغنا ارنتان وحا لو دليشدي قيمها ربع دينار او دغما ان غانت لو غوينيو رسولك صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر وكورن يا سيحين كيال رسولك وحو قطع في مجن وحو رسولك قعنت أمبويي في مجن قيمته رب ثلاثة دراهم بهل كان لي هذا قاشانك أو لسقدقه خبك يوحيابها لمدك سيفتا كأي أنين حضي رسولك وقعنت أمبويي صلوات الله وسلامه عليه قيمه سنوحوها صدح درهم بوها هل كدينارنا لبي يتوان درهم بوها مرك لبي يتوان درهم هذا صدح ربع محون نقول يا مركة أفر ميلاده من صدح صور ربع ما ربع دينار قيمه سبا مركة اللوغوية قيمة ربع دينار وهي مركة حلقة انت أياها وقيمته قيمه سأيا اللوغوين أيا سيد رسولك صلى الله عليه وسلم كالسقناتي ولو سرق مركة مسائل بضان ومفرع عن القيمة أي مركة باللعب أيا يعني محا قيمها نقول كرة ولو سرق هذه وحضو ربع عن ربع دينار أي حضي سبيكة أو مارة الذهب اسكدوا دوبان أو الألاشن كاسو لا يساوي عن لأكين ربع دينار ربع دينار لم يكن مضروبا أو لقراعي فلا قطع كعنتها لقوين مهيو في الأصحي وجه سحضة مسائل كان أصل كوضو وحيكون لسيهين هل هذا الربع المحدد
يشترط فيه أو يعتبر فيه الوزن أو يعتبر فيه الضرب. رسول كوحي ربع دينار دينار نوح لها شلنك عادية أو الهبيئة أو الهجاتية مرك الدينار ك ربع دينار كلا ربع قيمه سلالة كان يوم ما يسجى أو الجراعي أو الهجاتية أو شلن عادي على قد جايب قيمه مسوى ميزان كيسي ودهب ونظيفة هذان هو ميزان كيسي ودهب ونظيفة أما حلها النغضة أما مصبوك النغضة أما هالنغضة ما أرتي الدينار مر هذا الدهب يهي ميزان كيسي وانتا يهي ربع دينار كعنت واللوبينية هذان هو عبرض ما هي ميزان كي وحويان شيء قال إن شرين لقدي ولا قراعي ولا صوت مي هذي وصنتنين نظيف بها هذا قيمه سنة النين كعنت اللوبين مهي سبي كذا مركب الدهب كيف الشبان أولي للطمين والعقل لقدين ولو سرق هذا حدا ربعا ربع دينار بو حضي سبيكة ذهب شبان لا يساوي من اللسنة ربعا مضروبا مركي لقيمين إيا لكن دينار سيدي سأو سميسا قيمه شمال أن محايا لشق أبهاي إن لقا قبطه فلا قضع في الأصح سيدي صح ذا لقوين مهي قعنت محايا لأقل من ربع دينار قيمه سوى كيري هاي وحانا لقصهم قاضي ذهب كان سلعي بذيعي هاي بذيع عذانا لقو قيمين يا ربع دينار ربع دينار هو ما دقنته سميسا ولو سرق هذه وحاضه دنانيرا شلماء يوحاضي ظنها وحو ملايي فلوسا العقو حو ملايي كسميسا معدن يقرا او قرش لا تساوي فلوس ذا سوان لكين ربع عن ربع دينار لميكا قطع ولقوين يا قعنتيسي نكي وحصوها حاضي العقو دنانيرا وكوا بضم بربع دينار دور دينار وي لكن وحمودي فلوس او وحوها يشتري ربع دينار انك يرتاحي فلوس لو وحان قشن كو معدن كلا سمي انك انو يال لعاق حد ادون كشقيو برتا وحا قشن كو مودي نينكي غعنتي ما غوينينا مس ما غوينينا ما غعنتي ولا غوينيا مساله اثر كذا وحو نكونسان قاعده اهيد ان ظنيا حدي قفكو وحو ملينيه حقيقة قضال اي كتماده هل يعتبر او لا يعتبر هل يعتبر او لا يعتبر وحانا سوق هذا القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه مرها دي ملها خطأ صوب حذي وحي اعتبارا مالي ان كان ملكه الفلوس بموذي لكن وحا صوب حذي خطأتها ولو سرق حذي وحد دنانيرا وحو حذي دينار اي حذي ظنها وحونا مليي فلوسا وحن قيمة لها إنه فلوس أملينه ولا تساوي عن ربع بينن ربع عن أي ربع دينار عن ربع بينن قطع يده وعن تساوي اللقوينية إذ لا عبرة لذن البين خطأه وكذا وحال مذا ثوب مرأي لمذا مرضى صور رث من ذي ذاته بالئة في جيبه جيب كسر وحكوشرة تمام ربع دينار ربع دينار وحرم باكوشرة جهيله من أسن أغين قد عيضنا في الأصحي سيدا صح وجهه صح ذا سنقع أنت سوى اللقوينية كان مارد دوغه أو رفع صوغات مارد هدو صوحة ذي لتشيبك مارد ويحاكوسي تشيرا ربع دينار حولادا ظني قيسي ميا الواقع وانا يأينو مارد بالي أوتو مس حقيقة ذا ميشا كسوا بحضي ما حقيقة ذا ميشا كسوا بحضي يا الواقع وانا يا وجهه كلاو حليهي ما ينكا نقع أنت اللقوين مهيو محايا لمرو حضيه نكا قرشيس ما هي إنه علامة الحظ ولو أخرج هذا صوصار نسابا نساب صوصاري من حرز ماشي الوحف ذين شري بوك صوصاري مرتين لكن لو تشير بسوك لصاري فساعد يوح كبضا فانظر فيري فإن تخلل هذا نحقل علم المالكي مالك يوغا ذي توغذا وإعادة الحرز ماشي اللي تشبصدينا دبلوسو هاجاتيو سيدي دي اوكالي لغا صوديغا وحي محفوظة فالإخراج الثاني مركا لبادا وحلب حيو سريقة أخرى وسريقة عصبوية وفلا قدعا نكا قعنت اللقوين مهي وإلا هدي شروطا شاقني اللوايو قد عوال اللقوينية قعنت في الأصحي وجه سحدا نسابك روع دينار كاها يونين ميل كحالي
meeshii uu ka xaday laba jeer buu ka xaday. Haddii meeshii laba jeer uu ka xaday oo labada jeerba isku xigeen, ninkii iska lahaana uusan ogaanin, meeshiina aan la hagaajinin, waxaa laga soo qaadayaa hal mar wixii oo dhan in la xaday. Meeshii waa galay, xoogaa buu la soo baxay, haddana wuu ku noqday mar labaad, xoogaa kaloo la soo baxay. Labadoodii markii lasuu geeyey ruuc dinaar bay isku dhan yihiin. waxaanu dhahay hal sariiqaa laga soo qaadayaa, gacantana gaf baa laga siinayaa. maya saa ma dhicine, meeshii waa galo, alaabu ka soo xaday. markuu alaabti ka soo xaday, intii uu ka maqnaa baa ninkii meesha iska lahaa ku soo toosay, albaabkii buu xidhay, khasnadiisii iyo gurigii iyo wixiina waa hagaagsaday, sidii oo hore asalka ahaa buu ku soo celiyey. mar labaad buu tuuggii soo noqday oo waa jabsaday haddana, in kaloo haddana la baxay. intii markii hore iyo intii dambe markii lasuu geeyo rubuc dinaar bay isku dhan yihiin, laakiin labadooda mid walba gaar markii loo dhigo rubuc dinaar waa ka yaryahay. ninkan gacanta la goyn maayo, maxaa yeelay mar kasta intuu xaday rubuc dinaar ma dhanna. waxaana la isku ogaa ninka saariqa ah gacanta rubuc dinaar ka yar loo goyn maayo. markii hore saariq buu ahaa, rubuc dinaar ka yar buu xaday, xukunkii kuma waajibin. marka dambena waa saariq kale, rubuc dinaar ka yar buu xaday, xukunkii kuma waajibin. ولو أخرج نسابا هدو صوصارا من حرز مرتين ماشي لو حفظين جيرو كسو صاري لوجر فانظر فيري فإن تخلل هدو صوصارا حق العلم المالكي قفكي إسكالها هديو أغادو وإعادة الحرز ألابتان السيدة دي بالوسع لي حرزي وإلا هكاتي ماشي حرزي هاي فالإخراج ثاني مركا لباد الله صاري سرقة أخرى وسرقة ضمبة وإلا هدا لبادا شردين لوايو قد عوال قوينيا في الأصحي وجه سحدا ولو نقب هديو الدليليو wicaa xindatin weel qamandi ku jirtay wanaxwiha iyo wax lamid oo bariis iyo waxyaabihii kale ah fansabba waa daatay nisaabun wax nisaab dhan qudica waa la goynayaa fil asaxi wejiga saxda. masaladan iyaduna waxay ku dhisan tahay hal sababu yuctabaru fi lqadci aw laa yuctabar. haddii qofkii uusan mubaashara la imaanin laakiin sabab uu la yimaado, sababtaa uu la yimid هل يعتبر في القطع أم لا؟ نكا وحو سميي وحو دليلي والكي يو قضاء دليلي أو أي كل شرطي قوان ديدو شو قعنتي سي وحوك كما قاضانين لكن والكي بارهاشين كي كسوداتو نسابا كسودات رساب كي سوداتي وادا يعمي حولها سوداتي وسو مون قاضانين سببتي سكوب بحي هل يعتبر أو لا يعتبر أو قدع ما لقى دقيا أو سبب كان معتبر ما لقى دقيا مسوى حال إليه ما داوى نيكو وسلم مباشرين سببك هو ضعيفة يعني قعنت اللقويني ما يقولك صح ذا وجهك صح ذا قعنت اللقويني ولو نقب وعاء حنطة ويلقى ما ديكو ترتو هدي وحو يري ودوليلي ونحوها وحلا مدى أو فالصنب وحد داتي نساب بعد داتي قدع في الأصحي وجهك صح ذا واللقويني قعنتيسا maxaa yeelay inamaa ataa bificlin hataka alxirza wafawata almaal xoolihiina waa halaagay xirzigii xooluhu ku xifdisanaayeenna isaga ayaa jebiyey. qowlka labaad wuxuu leeyahy laa yuqdac lama goynayo gacantiisa maxaa yeelay liannahu kharaja bisababin waxaan sabab buu ku soo baxay laa bibumaashira wasababu daciif falaa yuqdacu bihi sababkuna daciif weeyo gacanta loo goyn mahay. ولو اشتركا هدي اي وداغان في اخراج النصابين لبا النصاب بين لبا بحين قضع جميعا لبا دبا غانتا لغوينيا ووزع وانا لو قيبينيا لبا نبا علاب لو ودب حي علابتي هدي لبا بحين لبا النصاب بي اسكو دنتاي ني ولبا النصاب كي سوا غاد غانتيسا غانتسا قفلا سينيا ما لبا النصاب وكا يرتي علابتي وانا لبا لبا دودا لو قيبينيا وي كا ياراتي لغوين مايا غانتي وإلا وحي هذين قالين فلا يقضع لقوين مهيو هذي بقى كيارات لبضة النساب محايا لرسول كحر صلى الله عليه وسلم لا تقضع يد صارق وفق صارق عاق عن سلم قوي إلا في ربع دينار فساعدة مركا نوى البوا صارق ربع دينار يحق سوء آذيسة كير بك سوء آذيسة. ولو سرق خمرا خمرها دو حضو أو خنزيرا أما ضفار بو حضي أو كلبا أما أي بو حضي وجلد ميتة إيا هرق بختي أيو حاضي بلا دبق أو أن لم أكذن فلا قطع عليه إنت نوردن لم أقويني قعنتيسا محايا لي وحا نوردن
لا يسمى مالا حول لكم مغعاب وحن حول ما فليس بمال. فإذا بلغ وحين هدو غارو إناء الخمر ويلك خمرد وكو جيري نصابا بو غاري ودعا ولا غينيا على صحيح قولك صحدا وحين قفكو هدو حدو وح شرعي ان حول لو اعتبار سنين سيده خمرد اي بختي اي ايغا ايو waxaa lama iibin karo inay soo marnay mar hadii waxyaabahaas oo kale u xado maal ma aha waxaan maal ahayn waxa shardi ahayd markaan taariifinaynay in sariiqada inuu xado xoolo xoolo ma xadin ninkaani gacan si lagu yimahay laakiin weelkii khamradu ku jirtay waa xoolo weelku weelkii baa nisaab noqday ba weel cajiib oo dahab waha ama weel fido qaali waha nisaab uu noqday hada xoolo xaday markaan حيال التعريف كي يقيحدي وكل عيسى ربع الدينار وحي كبضن قفك واللقين يا بالسكوغة واللقين يا قعنتيس ولا قد عوحين قفك قعنتيس اللقين مهيو في طنبور قلب كي موسي قذا حدي وحجري قفك وحضا يو نحوي وحي لمده على بوين ككلاء وقيل وحال ليلي إن بلق هدو قارو مكسره كيس لججبي نساب النساب هدو قارو قد عوى اللقين يا dambuurka waxa laha baalahan lagu ciyaaro heesaha iyo muusigada gaar ahaan aad macayda aad ma kala aqaane kabanka inuu in la dhahan malee af Soomaali kaban lagu dhaho baalkan yar oo xarkaha leh oo afka la garaa oo afka yar oo gumbaha moodid leh kaasa la dhaha marka baalkaas iyo qalabkiisa kale oo waxaan qalabkan lagu ciyaan heesta loo muusigada lagu ciyaaro dhan kulligooda isku mid aalaat ilaahay baa laha waxa soo dhan sharciiga agtiisa حول ما هم معتبر معها محيي لستي محرم على ذيك سنية هديبة مركة ألعبتها أو حضاء حول ما أصلا حدين سادر تدقعنت سلقوين مهي لكن مركي اللي تتبيو الواحي سيئي حركيه سيئي ويحي سي مركي اللي اسكوك ييو هديها العقالة النقضان والنساب كي قاريسة من لو قويني أم سلمة قويني ما هو لو قويني محيي لحولي مركة النقضان ربع الدينار هو قارين ولو وحي لقطع هدي او غوي هدول ولا قطع لغوي ملي في طنبور كما يوحي لميده ونحوي يوحي لميده قلب كان موسيقى ذا جعنت اللي شو غوي مهيو وقيل وحالين ان بلغ هدو غارو مكسره كيس لججبيي نسابا نساب هدو غارو قطع ولا غوينيا جعنتي سي ولا غوينيا قلت وحالي الامام النووي هدان هي الثاني ميت كان لبعض وجيغانا اصحو والله أعلم وجهان دنبه يا وحيري سحب بدن الله عن علمك اسكله والثاني شرط قال بعض شروط مسروقه كمذا كونه ملكا وانه ملكي هي شرط قال بعض ركني مسروقا كجيرني لغيره قف كلا وانه ليه وانك ان اخذ مال مال الغير خفيه في حرز مثله من غير اذن مرك حولك كلا قف كلا ليه وينه هدو يسوي شكا ورن مال فلو ملك واديه مرك حوله يسوي يش بإرثن دحل بكويش وغيره سكر كويش هبئ شراء قبل إخراجه انت قصن كسار من الحرز ميشة كحفظ سنيد أو أمس النقص أم حوله باب النسقامي فيه في الحرز ميشة كحفظ سنيد مرئيه كتشرة أي النسقامين عن نساب بينك النسقامين نساب كي وحلوقين لها بأكل عند بأو النسقامين iyo wagaayri wax kale oo gubid iyo wixii lamida lam yuqdaa ninka yadoo gacantiisii lagu yin mahay shardiga labaad xoolaha waa inuu qof kale leeyahay hadda xoolahi adigu yeelato baay sifa ama wal lugba ku leedahay ba malhide laakin lugba ku leedahay gacantaadi lagu yin mahay saadarteed wuxuu yiri xoolahi uu xaday لكن اسمه بوجي حولها إنه حضيه سجعب لبا أو دخل بوجي شيبا وذا أدير كي ومريها وحقق عن أتكا وحكى حد سيدي أو شغيني وذا ما بالله سعده وذا إلا شلون إنت يبا حولها إنه سجعب ما أنت سكلبا بحب قعد أنت لقول ما الحولي سوي ما يحولها إنه حضيه نكان صاحب كيا حول سجع ما يشوف لقي بابا هاي نسيبه بسيجي اسمان اوغا حول لغوين ماهي ساقان سيدو اوكالي حوله مركو لبحيو وميشي كلبحيي
inta uusan la bixin ka hor iyo wuxuu sameeyey qayb meesha ku cunayba isagoo aan la bixinba, xoolihii oo rubuc dinaar ka yar buu meesha ka xaday. Wixii uu cunay ma aha dee tuug ma aha, ila xoolaad cuntay weeye, xaaraan weeye, laakiin tuug ma aha. Saa darteed asagana gacantii la goyn maayay, ilan xoolihii rubuc dinaar waa ka yaryihiin. Waxaa laga yaabaa inuu yahay mid faqiih oo xoogaa wax fahamsanaa. ولو وحي لكونه حشر ديا ملكا لغيره فلو ملكه بإرث وغيره قبل إخراج حوله انتو سصاري من الحرز ماشي لغا ويكوحف دي سنعين لم تقطع لم يقطع لم قويني ينكا أو نقص فيه أما حرز مثل حوله يهو كتشرة بو ناقص كدقاي عن نساب النساب كي بكيري بأكل وغيره عن دي وحكلو كغيري لم يقطع إساقنا. وكذا وحال مذا إن ادعى هدور شاكتو milka xoolaha inuu isagu leeyahay cala nasi cinda shaaficiyi. Sidoo kale xoolihii markuu xaday yo ahlu xoolaha maxaa u xaday, markaasu anaa leh xoolaha seen u xaday, xoolahaygaan u xadaya gacanta la goyn maayay. Maxaa yeelay ninkaan waa nin mudaci ah, dacwaa la rabaa iyo maxkamad in laisla tago, maxaa gacan la gooyo xoolihii isagaaba leh, laisku haystaay. Wakada waxaa la mid ah in idaca saariqii hadduu sheegto milka xoolaha inuu leeyahay cala nasi cinda shaaficiyi, sida imaamu shaafici uu naska ku sheegay. ولو وحي لسرقة لبن هدي وحوض حضان ودعاه مت كمدة ودعاه وشيكتو حواله أحدهما متكود له يستقبل إليه لو سرقة لبن با وحوض حضي ودعاه مسروقي شيء مسروقة هذا ضميرك وعلي أحدهما متكود أيا شيكتي له يستقبل إليه أو لهما ما يلوض يضبع وضلين هيبون. فكذبه الآخر كي كلابيني لم يقطع المدعي ninka wax sheegtay gacanta la goyn mahayo uqudica alaakharu fi lasaxi ninkii kalena gacanta la goynaya laba nin baa wax wada xaday xoolihii baa lagu qabtay. Markuu arkay arrintu meel xun inay ka degayso, yaani nin caqli badan baa wuxuu yidhi xoolahan anaa iskale, ama wuxuu yidhi xoolahan labadayadaa iskale. Gacantiisii marka ninkaa waa u badbaaday. Wixii hadda intaa ka dambeeya waa dacwo uun, ama isaga waxaa lagu yeesho ama isaga waa yeeshay dacwo la gelaya. Kii kale nin aan saa wuxuu fahamsanayn buu ahay binti buu yidhi aniguna malihi isaguna male, isagu wuxuu iqraariyey inuu tuug yahay, soo ma jeedin, isaga isku qiray kan gacanta la goynaya kanna waa la badbaadinaya. Wain sariqa wuxuu yidhi haddii uu xado min xirzin xoolihii meeshii lagu xifdinayay ayuu ka xaday, min xirzin shariikihi ninkii isaga sheerka la ahaa oo shirkada ahaayeen khasnadiisii buu ka xaday, mushtarakan xoolo ay wada leeyihiin buuna xaday. فلا قطع في الأصحي نكا قعنت سنين لقوين مهي حي الحوالة سيئة وحكو له. وإن قل نصيبه وحكو له هبا يراده حوالة الشركة ويوضع هاي نينا الشركة هاي يخسن دي أضاء مرة حوالة كلب حي نكا توق لديه ماي إن حولي يسوم وحكو كلب حي وي سادرت قعنت لقوين مهي حتى هدو وحكو يرى أولها ونسبوها بغل كيبا هلأ قعنت لقوين مهي محايا لبغل كيبا هل كان ومشاع xoolahoo dhan ayuu ku firirsan yahay, inkasta qadca kastoo qaato qayb buu kuleeyahay marka haba yaraatee. Wa thaalithu shardigii saddexaad cadamu shuhbatin waa inaysan wax shuhba jirin fiihi ay filmaal xoolahan uu dhacayo waa inuusan shuhba ku lahayn oo meelna uusan calaaqa kala lahayn. Maxaa yeelay rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam idra'u lxuduuda can ilmuslimiin ma stadactum, war intaad awoodaan xuduudda dadka ka ilaaliya. فإن كان له مخرج هدي قفك محون مخرج أوليه فخلوا سبيله اسكسي داية. فإن الإمامة إمامك الشرعي أن يخدى إنه قفو في العفو قفو يسكعفي إنه قفو يا خير وخير بدن من أن يخدى إنه قفو في العقوبة عقوبة إنه قفو. حديث كان إمام حاكم بوري عائشة يانا لقوري رضي الله عنها حديث كان عائشة وحديث آد مهم wuxuuna aada muhiim ugu yahay laba shay. Waa mid ah in wixii shuhba keenaya la iska ilaaliyo, waa midda labaade intii aad khalad ku dhici lahayd inaad cafis ku dhacdo. Dadkan wax walba dhahaya waxaan intuu hebel noqon lahaa hebel ha tago, hebel oo baxsaday intuu noqon lahaa walaalkii oo dhintay ha noqdo, waa khadaa waay. Sharcigu wuxuu iqraarinayaa qofka bini aadamkaa dhibkiisa asal inaan la dhibin baa asala, wadda kastoo dhibkaa laga badbaadin karana in la qaadaa la rabaa. Xuduudda marka waxaa laga ilaalinayaa wax kastoo shuubaa
هذان الحدود يشوبها على جل اليوم أنتي تبرتين قف كائن لبتبادي أنس كدينه قف كي مسؤول كها قف دم بيلا إنه سيد أيو أو عفيو يقف أن دم بيلا هين إنه أنتم محكمتكم قاضة وعقابه وحأوفي عن شرعه قف دم بيلا إنه سيد أيو محايا لقف كان دم بيلاها محايا العفي ذي لرده ماي حق بقوله هين عفيو ومسؤول وحكرا حق له إنه إله وحباء يعدان واي اليقين لا يزول بشك وحي يقين أنا شكك مزول لكن قف كانوا عقابه الدلي محاو دي شيء لقي يلي مهي ولذلك رسولك صلى الله عليه وسلم نكي سحابي أمرك ونكي سيف تلف وراي وشهادان أي وي رسول الله وحي ربين وسككي الدفاع نبو كما أقبالين وكدي دي ماذا قلبك سجحوين وهذا قال إنه سككي الدفاع ربين لقد ميّن ولا قد ديني ساد درتات انت او حدير لهيد عفيس كبدي فلا قد عوحي لي قوين مال ان كان حوله دو شوبه كلها بسرقه مال اصل وفرع حوله ابها وين على والدك حوله لي ان هو سريان يا حوله عدي ادق عدشاي عدي كدشاي حوله لي هين من دغانت لو قوين ما هي لبدا واخا كلها ومال سيد حولها سيد ولهين يدنا فلا قطعة دعنت اللوجو المهي يدنا محايل حولها سيدك عن تديس كل ساعة كم ذا والأظهر قولك قوجا قطع أحد الزوجين لبدا الزوج ميت كود إن لبوجو يقعد ديسا بأخذه مال الآخر بالآخر بأخذه مال الآخر قفك كالحولي سادو قال وحول قولك ظاهر كا لبدا الزوج ميت كود ميت كالحولي سادو حضو قعدت اللوجوينية لعموم الأدلة حايل أدلة عاموي لكن رأي كان فيه نظر حبوبة هي هاي قولك كلو حوليها إلا للشهبة فيها شهبة ذا درساد لم قوينيو حدي أي هوانت هاي أيضو وحوية قطعا لم قوينيو هوانت قعنت حوالا أنك ذا دي حدو محايا للدليل عطبة أيضا جرى رسولك صلى الله عليه وسلم هند مركة أغتمد بنت عطبة نكلا أبي سفيان بخيل أوي أنا عروت واحد نغفل النمسيو حوليه سيسوني أغين ما كقعت عبيتني رسولك وحولها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف مرك الشروط وعلى جهة لي سرقة محايا لي وأخذ مال الغير بغير إذن بحرز مثله خفية صوصا أنت بما شيء بكذي بأنك وحي كلب أحد إنك شيء بكيسي بالعك بقول دولار كلب أحد عيالك يلا أبو بهناي حافظي إيو ريرك بلوسو أديك أضيق ما أنت بوجي مد سو هري بلوسو دياري سيف عن حافظي قذف عن لوسمي وحول لقمال حولي سوى العنسية غير كون أول بحولها وحبي كل هايين سلامت حولها وحبي كل هذا نفقه كل هذا هاي عروت وكل هايين صادرت قولك صحيح هو أنت وحي أي قاضة طو إنك هذا شيء بجيس كلام بحد كحد لوجين ما يقع أنت أما إنك ميا إنك إسق حوجا خلاف كيس وأذقي هاي محايا لإنك حولها وأنت وحبكم لها لكن قول كان وحد اللي شن يا أولاه سجن وحنا نعرفين إنه هو أنت وحق له هاي إنه حبسية وما لها وودي ذا إن حجر كل سمية وحيابه حجوزات أو سمية لكن وحيابها صار محوك بدنا أما هو أنت كم شفت أيضا ومن سرق وحيد إنك هذا مال بيت المال حوله بيت مالك ومد أول حيي أي أيوة حضي فانظر فيري إن فرزة حولها هذه الصوع لطائفة كوحب الله صعي ليس هو منهم كوحب الله سوى كمد ماها قطع والقينية إذ لا شهبة فيه وحشوبة كوين جرت حوله بنقق الدولة دولهاي هدو غفق حضاء حولها لما أقل قاضينا حولها دي وحضاء هاي حول الوجود يبيدد مساكين وخزن الجيق مساكين تا حوله مساكين تا لي وهاي مساكين تا سي سونا مسكين ماهاي مساكين تي بحوقا ودي كحضي كاقعنت والقينية إنك صار وكبت بادي كرادي سوونك اللول يبي يهاي تسيق ورديها موقتها ورديها وحضي ورديها قعدت لهم قوي محيا لحاله حرز مثلك ما تشيل المركا شرطي وحكم بحيان محروز ما إلا سقى إلى الله سقى إلى الله أنا وسقى حضي حراميها حاميها حراميها كان مركا للقوي المهاي لكن قف كلا أضو حواله حضا حوالها أنا مساكين إلى هايين سوونا مساكين تيسون كجرين قعدت أقفل سينيا
ولا صح وحول وجه سحلا أنه إن كان له حق نكو هذا حق له حوله وإلا وحول هذيك له فالأصح وصيد سحلا أنه إن كان له حق حق هذو كله في المسروق حوله كمال مصالح العامة حوله مصالح العام كهوي وضضي إسبطال حولها صورنا لقوقة بني وكصدقة صدقة وي والحال هو فقير سونا فقير وي فلا قطع قعنت نكا لقوين مهي حوله هذه حوله دولة ديهن ووحا كتر حوله ودوين كالوقود سلها حوله إسبطال هذا لقوها قاتين لها حوله دريال كورنبا كتر سونا ضدق دريال كالله سمين يكتر قعنت لقوين مهي نكا اللي حولها حوله كلها ما هو فقير حوله فقراء لقوا وصارين وكل حجران سيغن قعنت لقوين مهي قفك قعنت لقوين يا وين سبحانه وحبك كل هاي والمذهب عند الشافعية قد أولا إن لم يكن له شهبة هدون وحش شهباء كل هاي وحولها حوله مصالح دماها صدقان مهشو فقير معها وإلا هذي سنجير قطع يده قعنتي سال لقوين يا محايا لحولها وحقه كله هاي مثلان مركع والمذهب عند الشافعية قطع باب مسجد قطعه هو قطع للسارق سارق قعنت سئل لقويوي بباب مسجد المسايد كالباب كيس هدو حضو وجدعه يتيرر كيس يقريها مسايد نبا مسايد كي أصور لعي مسايد كي والباب كي كحضي أما وحو حضي أم بالفاير كي يتيرر كي إيو إيا ألابوين كي مروح حضيه إيو قعنت هلقويني محايا لمسايد كو ومحروز وي وميشي تو ألابتس كو حمسان طاي سيقاني ميشي سيقوي من xoolaha masaajidka ma dhihi karnaa dadka oo dhan baa u dhaxeeyaan oo lama dhaxli karo lama goyn karo may ma dhahayna maxay yeelay masaajidku dadka oo dhaxeeyaa ka wada faa'iideysaa laakiin mulkigiisa waxba kuma la ninkaani wal madhhabu wuxuu yiri qad'u baabi masjidin wajid'ihi yatirarkiisa waa loo goynaya la xusrihi darmaha maya wa qanaadilin tusraj iyo fawaynustiyada iyagana la iftiisanayo labadan maxaa loogu ogolaaday dirinta isaga ku saxda waxa ka manaafacsada faynus ka naafciisa xubu ku leeyahay manaafacad wax ku leeyahay wala sax wajiga saxda qad'uhu gacantisa in la gooyo bi mawquufin xoola waqaf iyagana haduu xado gacanta la gooynaya maxaa yeelay isagu xoolahan ma uusan lahayn wala sax wuxuu yiri sida saxda qad'uhu wuxuu yiri qad'uhu bi sariqati ummi waladin wa ummu waladin sariqaha naaimatan aw majnunatan ولا صح وجه سحلا قطعه إن كان قعنتي سئن لجوي وي أم ولد أو حضي سر يا مسرقة سما ها والأصح قطعه قعنتي سئن لجوي وي بموقوف حول موقوف أو حضي وأم ولد بلوجينية سرقها أو حضي نائبة يلا شفتا أو مجنونة أم والا وحيسيد أكله إنك حول موقوف هدو حضو إذن والقوين وقفك عندنا مالي وإله بالي قولك صحيح عند الشافعية ما دام وصل عند الهين إلهي إلهي يسوى هذا حوالها ملككم على إلهي صدرت وقعدت للقوينية أم ولد أو شفت أما مجنون هذا أي حظ إذا خلاف كيد وحوية هل هي مال أم لا لأن أم ولد قدر بك حروبيسة مركي نكار بنت سيدك مركي مقف من آدم مسوى حوله ما يحوله وي ولي أدون وي صدرت من حول حظي وي قعدت سن والقوين يا مضمون وي الله سبحانه وتعالى على يا هدي سجد يا اختيار كذا كره عادي مركا حديثان ما كهدي حو كقاتوا أينو إيمان إساو اختلاس بي يقهر يجي واحد صلوا نصر غما